أما اليوم السابع فاهتمت بلقاء الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي بوزير خارجية فنلندا، اللي دعت فيها الوزيرة وزير خارجية فنلندا لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر، وقالت طبعا أن في عدد كبير جدا من المناطق اللي ممكن نستثمر فيها زي محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وكمان مدينة العالمين الجديدة.